سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يصيبكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. فيديو جديد معانا ونهار جديد، ولا قلنا نهار جديد كنقولوا طاقه جديده. واخا الصراحه انا يتغير بزاف مؤخرا، ولا طلعوا لي الدقات ديال القلب بزاف. راني بارطاجيت معاكم طونسيو، خلاص داك ديما هابط ليا. انا كنتعجب كيفاش تبقى واقفه، والله العظيم البنات الا كنتعجبت كيفاش بقى واقفه على رجليا. زعما الا ما ودعتش راه عدي الصار تهرس الحجر، لان باش واحد الانسان ديما الطونسيو 7-8 على 4 على 5 والدقات ديال القلب طالعين، والجهد وتخرجي وتقداي ورجعي والمسؤوليه، وسير من هنا كلينيك، ها من هنا من اللي جاتني مع الوالده مع نادا مع دخول ديال المدرسه مع بزاف ديال الحوايج. بعد المرات كنبقى جالسه مع راساتي وكنقول الله يحضر السلامه وصافي، ولكن سيدي ربي يعويني دائما. يا وي اختي، هاد الكوزينه هادي اش غادي نعاود لك عليها؟ هز ما هز قلبي بعدا. كاين البنات اللي كيبقاو يقولوا لي على داك المجر اللي حاطه قراني مديبانيه بيه، ودوك القراعي وداك الشيء راني مديبانيه بيه. ما البنات، اما هاد لاله مولاتي الكوزينه واش غنقول لكم؟ قريب نولي بحال هويام، قريب نفقد الاعصاب ديالي، وقريب نبدا نغوت. حين تنقول البنات اللي طيبات شي حاجه تغسل ماعنها وترجعهم، والو يا اختي مع من كنهضر، والو مع من كنهضر. والله الا بغيت غنغوت قسما بالله العلي العظيم، الا ما بطع ليا امتى خلاص نادا تمشي لمدرستها نتسولى نورهين اللي حطتها باش تبقى تقول ليا لا راه ماشي انا راه نادا ولا شي حاجه تسلخ. والله العظيم ما دابا تيدوروني بيناتهم، هذيك تتقول لك لا ماشي انا، الاخرى تتقول لك لا ماشي انا، حقا لافابو مخنوق. شوفوا انا بعدا غير كندير الماء، حقا لافابو مخنوق، حقا هادي حقا ديك، زيدني داكشي اللي محيده من البلاكار لتحت. ايوا لا اله الا الله. المهم حتى تنكون مساليه وعاده باش نعيط على شي بلومبي ونصايب، لانني اخيرا عرفت المشكل مناش ماشي من لاغورج ولا شي حاجه، بالمنتيويات ديال الماكينه الصابون اللي واكلاهم الطوبه وتتخرجهم. يعني خصني نخوي انا داك العكور وندير ديك اللصقه ديال الطوبه حتى تنقتلها، وعاد نقاد التيويات. وهادشي خصني حتى تتنزكي نادا ونرجع. ايوا يا اختي اش غنقول لكم، بقيت تجمعت الكوزينه بشويه بشويه، كنجمع فيها دوك المعنات كنرجعهم بلاصتهم، لا فيسيل كنزكي فيها شنو اللي خاص يتغسل يهون نقي، وعاد نشوف نقاد في الفطير. انا البنات رساليت قبيله، شوفوا درت واحد بليبيله شويه الحصوه وعمرت اتاي، خليت الحسوة كطيب وطلعت لبست حوايجي نزيد شوية الملحة. صافي غادي ندير شوية المخمار يسخن ونحط اتاي، راه ديجا عمرتو البنات لا بغاو القهوه يديروه. انا غادي نحط ليا هنايا الحسوه بلا حليب، وهما غادي ندير ليهم الحليب فيها، نزيد غير شويه الملح، ودايره بالزيت البلديه ودايره بصيله غتوفنا. اختي انا شاده الطريق سوق السبت، غتولي طالبه مني الشرع. المهم فطرت وهزوا البنات هما شوي هزت على نور هان مالنا داك عما بغات.
نادى شويه ما عداش الشهيه هذه شحال من يوم، مع صافي غادي تمشي. وطاح التليفون، تيطيح لي اختي التليفون، صونيت على سي محمد كاع ما شاد، صونيت على عواطك ما شادش. المهم اختي انا غادي نمشي نشوف واش كاين سي محمد لا لا، عاد نمشي ناخذ شنو اللي خاصني. واش غندير؟ هذا جهدنا على خالتكم فاطمة، الله يعطيني على الصحة والسلامة يا رب. والله يسا كيف ما قلت لكم البنات الصباح لا غادي عبز واقفة عبز طارطير، والحمد لله اللهم لك الحمد. ديت لها شوية الحسو، وامي ما عرفت واش تبغي تشربها ولا لا سخونة. شو بعدا واش لقاها ولا ما لقاها، هنا ما تسطها زاد كلشي قمص. المهم نمشي نسبقها هي الاولى، نحط لها الحسوه تشربها، ولا لقيت سي محمد يمشي معايا، حيت اصلا الولد راه صاحب سي محمد. الا لقيت سي محمد يمشي معايا، ما لقيتش راه نمشي بوحدي. ونشوف ديك الساعه ويدير الله خير، وغتشوفوا معايا حتى نتوما البنات وانا نصور معاكم، حيت انا ديجا راه شفتهم في مرجان كاينين ثلاجات صغارين شويه، يعني على ماشي ديال لوطيلات وداكشي كنتو كتكتبوا ليا في التعاليق هاي 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 على خالتي فاطمه واش تجري عليا، هي ثلاجه ثلاجه بالفريكو بوحدو وبالتحت بوحدو، غا هويا صغيوره ماشي بحال هادشي اللي عندنا حنايا كبار. لقيتهم كاينين في مرجان عطا الله، كاينين ديال 66000 ريال وانتي طالعة للفوق، حتى 5000 درهم تقريبا، ولكن سميتو تيكونو زايدين في الثمن، في مرجان تيكونو زايدين الثمن على الحوانت. وعاد هذا أنايا الولد يعني راه غندير معاه كريدي، يلاه ساليت معاه التلفازة اللي عندي في السيجو، يلاه ساليتها بالخلاص. إوا نهزو تاني للعميرية نشوفو شنو اللي خاصها. قالت لكم بغات البوطة والثلاجة والتليفيزة فاش تلاها. إوا يدير الله خير، حنا غادي نشوفو الناس، يا ربي تسهل يا ربي يا ربي، وشي دعيوة ديال الخير ورضاة الله والوالدين. مرة واقفين عام ليلة يا الله سيدنا محمد. هيدا يا سلام هيدا، هاكا قولي ترجع. يلا سير ركب هدايا، ركب باش نمشيو هدايا. هدايا راه لاصقة فيا تتعيط لها حيت جارتنا، قالت لها لا ما ساليهاش. تتعيط لها قالت لها لا ما ساليهاش ترجع. يلا صافي نمشيو، يلا عواطف مشينا. صافي راه تكات محطات اختي هدايا. برافو، وانا اللي غنركب تما. نرى دخلنا على التمو عقبنا خرجنا. صافي هدايا نمشيو، يلا يلا سربينا عواطف، رحنا وركبنا وتقادينا. طلع عواطف يلا تمشي معايا، سمح لي ما نساليش نوا، دخل دخلت شويه الحسوان امي. عواطف جايه، نمشيو تمشي معنا عواطف. صافي يا لا لا قلت لك على حساب الفريكو كبير. ها شدي ما حنا نزيدك عليه. المهم فين هي فين هي فين هي، ها هي شفت عواطف كيف ما قلت لكم. لا تقول لك ماشي قد لي ما خطاش، لا لا غير انا كتب ناخذ لها هذيك الصغيره خاصها نتفاهم معاه على الثمن ويعرفني.
هذه حيت الفريغو ديالها كبير، هادو ها هما الفريغو ديالهم صغير. شفتوا سميتو هذه الفريغو كبير باش نبقى اشكون ندير بها انا اختي. الله يجعل نتصرف وعارف داكشي اللي عندنا. الدار ديال خالتكم فاطمه، المهم خديت لها هذه واخ البوطات البنات نوري لكم البوطا. هادو كبار هادو صغار، المهم شفت لها وحده بحال هذه وهادو ها هادو خاصهم ضروري الرخامه. هما راكم عارفين كاين شي رخامه هدايا راه دارتنا بغات الكلاص وحنا هي غاديين دابا غادا نشوف الكويدات. هنا اختي جيت للدار، ها هي الكويده ديال خالتكم فاطمه. لقيتها لا تسجل لا في الثلاجه، قالت لي ديني عند المقدم، قلت لها راني عيانه بغيت غنتسارح. ها هي اختي خالتكم فاطمه واخا وحده دات بيت يلاه قلعوا لي هذه. راه عطلاك يا امي، قلعوا لها في العلاوه راه عطلاك يا ورتي. واقول سلام، قالت لي ما تخليش. اقول سلام بنيتي، السلام وليدي. السلام عليكم ابنيتي. السلام وليدي، لاباس بخير كي دايرين؟ ايوا حنا مونتي تنتعاود مع الحال، تنتعاود مع امك. قلت لها راه جيت اليوم باش نبقى هانيه من جهتك وهانيه من علقتك، نخلي لك ميها بارده ونخلي لك سميتو بعدا بوطه باش طيبي. شحال قال لك؟ ها شحال قال لك؟ 76 قال لي الثمن. الله يهديك، هو الذي كلش 76 وفي الفريغو كبير كاين. لا بغيتي شي كبير كبير غندير فيه بنادم بنادم. ها جيت 40 50. لا ما كاينش 40 50، اصغر وحده ب 60. ايوا 60 و 20 الا نقصت 10 مزيان. واه شنقول لك عشك بنيتي ما احنا غنتسناو من هنا للعشيه. دابا راكم شفتوا البنات وريت لكم كل شيء، نحطها هذه بعدا كي حيت يدي ضرتني. وريت لكم وبارطاجيت معكم اشنو اللي شفنا وداك الشيء. هذا هو يتفكر حيجة الله يبقي عليه الستر ويقول لي زكي اختي صباح انا غادي نشوف لك واحد السيد يمكن واش بغى يرجع تلاجت ولا ما عرفت. المهم تعطاتو شي خدمه سميتو، قال لي بلاتي من هنا للعشيه انا معاك. ايوا صافي وليت جيت. ما التلفازه راه شتها لك صغيوره، فيها الويفي فيها كلشي. غنقول السم حمدي هبط لك خيط ونشوف لك معلم يركبها لك ليه. ايوا هذاك انا بعدا هنا من جيتك. ما قلت السي محمد عايط علي يجي عند المقدم يجي منا. انا بعدا حاجه وحده هنا من جيتك، هو الميه نخليها لك بارده والبيطه باش لا بغيتي طيبي تشهيتي شي حاجه. هادو جوج الحوايج، التلفازه واخا نجيبها وما تخدمش حتى ترجع لا ماشي مشكل، والمره الاخرى فاش نجي تان هنا من جيت بنتي وداك الشيء عاد نجيب لك الزربيه الحمراء. سلام البنات دابا جلست. ايوا قلنا نعبروا الطونسيو، بقيت سعود على 6 وانا ديما هابط ليا. عرفتوا راه هاد الايامات راه ما كاين على 7 على 4 8 على 5، اليوم تسعود على 6 والدقات ديال القلب ديما طالع ليا ديما 120 124 126. بحال تقولي تلعب الكرة طونسيو طايح ليا. دا هو المشكل اللي ولا عندي مؤخرا، طونسيو ديما طايح ليا والدقات ديال القلب طالعين ليا. واعبر دابا شحال؟ تسعود على 6 والدقات ديال القلب 120. الدقات ديال القلب لي قرا والله ما شتي، راه تلقى 126 128 124 صافي. حتى كنقول راه القلب غيسكت ليا. لا متي عابقي هاني عافاك، الماكينه كتتعب لي معرفتش 50 مرة في النهار. لا كولي 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 و ها كولي ها امي كولي واكولي بعدا كاين شويه خبيه سخون وعسيله وزويته اتاي. ايوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ياي شوفي هدايا اختي تبقى تضحكوا ديال شعري اختي. هدايا قولي واو.
انا عاجبني هدايا. قولي واو واو واو. هدايا اختي ايش واش قالت لي؟ قالت لي زعما المناضه جايبه بابا. لا عكاش ما ماشي مي انا طلعت الفوق على هدايا نلعبوا انا وياها. يا قولي حبيبتي. هاك صباح بابا ندى ندى نورهان نونا نونا عبرتي عليها ياك اختي. واو 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 الشعر واو واو طلعت الفوق. صافي دابا داكشي اللي تدير هذيك الدريه ياك تتفرجي. طلعت الفوق عواطف طيبه الطاجين. مي ما بغاش تاكل صايبت عواطف قبيله اتاي. مي كانت غير اتاي والخبز والزيت والعسل. قالت لك لا انا ما بغيتش الطاجين حيت هي اصلا ما كتبغيش. صافي انت تغداو هنايا يلا بين محل المونتان الماعن ونمشيو عندو تشوفو الثلاجه لامي ياك. والله حتى هدايه حاق بوسين. قلت لها جيبي لي شريبه. قلت لها جيبي لي شريبه وهي تجيب لي بعدا. برافو هدايه. والله حتى حاد قلت لها جيبي لي شريبه بعدا وهي تجيب لي حادقه هدايه. قولي برافو. كويدات ديالي دابا راه وصلات العشيه وماشي العشيه وصلات. قريب يأذن المغرب. عرفتو قريب يأذن المغرب. وخليت نورهان مشات غاعد كنت خالتي مسكينه. قلت ليها سيري تنكمل انا مع امك. لا لا بلاتي نحط اختي التليفون هنا حيت راه يدير هضرتني. سميتو وما جايباش الرينغ لايت. خصني نجيب شي رينغ لايت نخليها هنايا. المهم بقيت تنتسنى صونيت قبيله على الدري. قال لي يا رسونا على السيد اللي عنده الثلاجه. قال لي سيري ما تزربيش صباح حتى نشوف لك هاد الثلاجه. والسيد باقي ما دخلش للسوق. السيد قال لي بلاتي عقب صونيت عليه ثاني دابا والله الا خرجت جبت لنا هذا شي حاجه خاصه. وقال لي انا مازال ما غندخل معطر. قلت لي عرفتي اش غادي دير؟ عطاني على النمره ديالو الله يرحم لك الوالدين. غادي نعطيها لسي محمد خويا هو غادي يتكلف. ايوا صافي وصيت عواطف. عواطف دخلت للحمام وصيت عواطف وصيت جارتنا. قلت لهم اختار لماما شي ثلاجه تكون مزيانه المهم مبوطه وشويه ديك الساعه واش باغا التلفازه فاش شدت لها ولا ما بغاتهاش. المهم انا نكلفكم نتوما يا اختاروا لي هذاك الشيء اللي خاصها باش على الاقل نبقى هانيه من جيتها حيت انا غدا ما غنكونش مساليه باش نبقى كل نهار تنمشي وتنجي من الفقيه بن صالح باش نتقدى شي حاجه ونجيبها لهنا. خاصني ترونسبور ب5000 ريال ولا تا هوايا واللي زايدين عندنا الترونسبور. اللهم قلت من هنا الساعه هذا حتى نتقداو من عندو نتوما تشوفوا اليوم النهار كامل ضليت كنتسنى. سميتو صافي غادي نمشي دابا للدار وغادي نخلي السي محمد وعواطف وسميتو في الكفايه هما غادي يختاروا لامي. قلت لها غدا ان شاء الله كوني هانيه امي راه غيكون عندك كلشي. انت والله ليلى عواطف اللي صايبت لنا صايبت لامي قبيله اتاي جابتو ليها وعقب طيبت الغدا الفوق طلعت انا تغديت معاهم. ودابا في العشيه جارتنا اللي عمرت اتاي جات وحتى ما كايناش البوطه لامي. قلت لها صافي كوني هانيه. هادو جوج حوايج بعدا اللي مهمين. قلت لها التلفازه قالت لي ما عرفت. المهم باقي طاير لها واش البوطه المربعه ما عجبتهاش البوطه المربعه. صافي كوني هاني انا نوصيها تشوف لها. المهم هما ديك الساعه بيناتهم انا اللي عليا وبنتي اللي خاصها انا في الكفايه وصافي. وملي نجي نلقاها مدايره نبقى مرتاحه من جيتها حيت انا دابا عندي كيف ما قلت لكم غدا خاصني يلاه حتى نجمع حويجاتي وسميتو. بعد غدا خصني نضل في الكلينيك من الصباح حتى العشيه. وبعد غدا خصني نشد الطريق يعني ما غاديش نسالي. خاصني نبقى مطمئنه من جيتها على الاقل. بعدا بغات اميها بارده بغات هادو هما اللي مهمين. بغات اميها بارده بغات سميت بابا بغات تحط دوينين تحط حليبه تحط ديسيري برد لها ورا كلشي كتصايبو لها عواطف الفوق. ولكن الا بغات هكا فين ما بغات تنوض لحداها
ماشي بحال تتبقى تعيط للفوق وموطه الا بغات طيب فيها الفازه كيف ما قلت لكم راه باقا تتخمم مع نفسها. المهم شوفي هي ديك الساعه راه هما بيناتهم انا اللي عليا هما الوالدين كيف ما قالت لي جارتنا قالت لي كل شيء مخلوف لك ان شاء الله الوالدين راهم شي حاجه كبيره عند الله سبحانه وتعالى واللي مشات في الوالدين ما مشات في خلاوه. انا كنت اليوم جايه فرحانه وتجهيزات المنزليه وسميتو ولكن ها انتم ولكن كونوا اكيدين انهم غدا ان شاء الله غادي تشراو صافي نوار نضيت معاهم وفضيت ووصيتهم غدا ان شاء الله سواء من عند هذا سواء من بلاصه اخرى. المهم غدا ان شاء الله غادي تشرى لهم كل شيء ويدي قالت لي هنايا ترجع انا ان شاء الله. وراه قلت لها غنجي واحد يومين ولا ثلاث ايام نجلسها هنا باش ديك الساعه عاد نشوف هذا النجار نجيبو نحشي عليه نجيبو هذا تريسي نحشي عليه نجيبو باش نكون جالسه ماشي هي بحال نبقى نعيط في التليفون ولا نعيط له يقول لي انا جاي مشي انا بحالي هو ما يجيش ولا اللهم نجلس ليه هنا واحد يومين تنضي ليها كل شيء نصايبو ليها وعاد نمشي في حالاتي. صافي العمير يا نمشي صافي يلا بوسينك يلا انا مشيت باي باي غنسد عليك الباب ها يلا باي باي غنبدا نشد الطريق انا راه نور هاي خليتها مشات عند كنت خالتي ما مشيتش باش نجيبها تعطلت عليها باي باي طريق السلامه.